الهجن هو يعتبر موروث للخليج كله يعني، مش فقط لقطر، للريجن كامل. هذا يعتبر أساس موروث في كل لدى كل مواطن قطري أو خليجي، وحتى الفانز حقه أكثر تقريبا يضاهي فانز جماهير كأس العرب أو كرة القدم. طبعا انا من الناس المنتجين للهجن، ويعني كثير يعني الحلال عندنا كثير، ونشارك دائما يعني في كل شوط نشترك في مطيه او شيء، ونحقق يعني مراكز متقدمه او نسبق. نيسان ابيض 8-8-5-0-1-7. تعني أشياء واجدة. هذه رياضة الهجن، رياضة مرثينها الآباء والأجداد، والهجن مع العربان مبطي من عادهم يركبونها ركوب من قبل السباقات. قبل كان يركبون الأطفال، وعقبه جاب الراكب لالي هذا، أي بالعصا هذه، يضرب بالعصا هذه تدور كذا بالريموت ولا بالجهاز كذا. الله الله.